دكتور داليا، ناس كتير قوي مش عارفين الفرق ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي والاخصائي النفسي، تمام. فممكن تشرح لنا ايه الفرق ما بينهم وامتى اعرف انا محتاجة لانهي يعني شخص فيهم؟ تمام، بصورة مبسطة جدا الطبيب النفسي هو اللي بيدي علاج نفسي، هو ده بيبقى خريج كلية طب ودارس أدوية كويس جدا، هو الشخص الوحيد اللي يقدر يديني علاج نفسي. يعني ما ينفعش لا اخصائي نفسي يكتب لي على لا أدوية؟ لا لا، الأخصائي بقى النفسي هنا بيجي دوره، تمام، فهم السلوك النفسي كويس جدا، تحليل السلوك النفسي كويس جدا، بيقدم نظريات الإرشاد النفسي كويس جدا لأي حد محتاجها، تمام، لكن ما بيقدرش يدي أبدا علاج نفسي. وبرضه بيجي دور المعالج النفسي، هو شبيه إلى الأخصائي النفسي، مش ممكن يدي أدوية، تمام، هو بيدي برضو جلسات ارشاد نفسي، جلسات توعيه، علم النفس بقى الاسري، علم النفس الجماعي، ارشاد النفسي وما شابه ذلك. طب كده ايه الفرق ما بين المعالج والاخصائي؟ يعني كده تقريبا الاثنين بيعملوا نفس الاثنين الى الشغل. حد ما خريجين اداب علم نفس، بيشتغلوا على نظريات علم النفس، لكن مش ممكن يدوا ادويه نفسيه، الطبيب النفسي فقط هو اللي بيقدر يدي ادويه نفسيه. طيب يا دكتور، يعني في موضوع الأدوية ده أنا طبعا عارفة أن هو محتاج يعني وقت كتير، ولكن ناس كتير بتخاف من الأدوية النفسية، بيقولوا أن هي ممكن يكون فيها إدمان، أو يعني ناس تتعود عليها ما تقدرش أنها تبطلها، ممكن يبقى فيه أعراض جانبية يعني قوية للدواء النفسي. فيعني فكرة الأدوية النفسية اللي الناس بتخاف منها دي، أنت شايفة أن هي صح ولا محتاجين أن هي نستخدمها في أقل الظروف؟ يعني بصي هقول لحضرتك على حاجة حلوة قوي، ثقافة العلاج النفسي اختلفت زمان عن دلوقتي. أكيد يمكن زمان الناس كانت بتحرج جدا تقول أنا رايحة لدكتور نفسي، دلوقتي لا خالص، عادي جدا ان احنا نروح لدكتور نفسي، وعادي مظبوط، جدا ما فيهاش ناخد أي مشكلة. أدوية نفسية، لكن الطبيب اكتر حد بيديكي نسبة العلاج قد ايه بالظبط، تمام، بحيث ان انت ما تدمنيش العلاج ده، هو العلاج بيبقى على قدر بالظبط المرض النفسي او التشخيص اللي الدكتور هيقوله وبعد كده خلاص. وبنقدر ان احنا نبطل الدواء ده لما طبعا بحس طبعا، بتحسن، ولا ده لازم ببقى يعني على المدى الطويل انا بستخدم لا الدواء؟ هو الدواء بيغير او بيظبط كيمياء المخ، تمام، عشان كده الدكتور هو الوحيد اللي بيدي، تمام، طالما كيمياء المخ بدأت انها تستجيب خلاص على كده، تمام، بيلجأ بعد كده الشخص ده للمعالج النفسي او الاخصائي النفسي، هو بقى اللي بيقدر يتمارس معاه ظروفه الحياتية، بيديله توجيه نفسي، ارشاد نفسي، وما شابه ذلك. يعني يا دكتور احنا هنرجع نقول الطبيب النفسي فقط هو اللي بيكتب على الأدوية النفسية، ما بالظبط، ينفعش حد ياخد أدوية من أخصائي نفسي أو من معالج نفسي. لا يفضل طبعا هو الطبيب هو اللي بيدي العلاج النفسي. تمام.